السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان، صحة لاباس؟ نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لاول مره غادي تدخل يشوف مطبخ سميه الزوبه، نقول له مرحبا والف الف مرحبا. ما نساش تابونا معايا باش يبقى يجي كل جديد، واللي معنا نقول له الله يكثر خير ولا جزاه بالخير. مرحبا بالجميع صغارا كبارا رجالا نساء، مرحبا بكم اخوتي. المهم هذا النهار روتين جديد مع الخدامين ان شاء الله باذن الله، نتمنى اخوتي يعجبكم. المهم نشارككم شنو كاين، يلا مع المقادير الطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم هنا بديت اخوتي ببغرير، صبت بغرير. هنا عندي كسميتو الماء سخون، ما دافي، ماشي سخون وماشي بارد. سخون راه اي يطلق السلوكه، بارد ما يخليش يخمر. هنا درت 4 كيسان ديال الماء دافي، غنزيدو السميده مويان، ما نخوش غريده ما نخوش رقيقه. هنا درت 2 كيسان ديال السميده، درت الملحه على حسب الذوق. المهم هنا معلقه، ودرت الخميره على حسب البرد، درت كبيره ولا كان الصهطه درت صغيره، معلقه صغيره. المهم هنا 2 خمارات، درت هكا 2 خمارات، 8 غرام، 8 غرام هي 16 غرام. وغنزيد معها السميده، ونزيد فرص 2 معالق حتى النص هكا 4، المهم نص معامر ديال الكاس. انتما شفتو نخلط كلشي هكا ونحطو يتخلط لي كلشي في يتطحن مزيان. المهم الطحين اخوتي طحنو مزيان مزيان باش ما يبقاش ميه، باش يصدق لكم ان شاء الله باذن الله. وصافي طحنتو هكا وعاودت صافي، ودي سعبيه فيه، تجي المقله ديالك تجلس تسيبو لان دغيا يخمر، واخا ما يحتاجش زعما هكا تخليه يخمر ولا شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين اخوتي، صافي هو خمر لي انا، نبقى نطلع ونهبط فيه هكا ضروري باش تهبطو الخميره اللي كنخمر، ونحطو طيب طيب عادي بالنسبة للمقلة ديالكم. لا كانت كبيرة، لا كان زعما دلصاق ولا شي حاجة، ولا حرق سخون بزاف مرة مرة وبردوها، ولا كانت هكا تقيلة راه ما بلا ما يحتاج تبردوها. صافي نبقاو نديرو بوحدة بوحدة. هذا أنا عندي مقلة مكبيرهش مصغيرهش، وتقيلة ماشي ديال البغرير، واش اللي كاين لأن ديال البغرير ضاعت لي درت ديك الكروشة. صافي نبقى نحيد اخوتي مره مره هكا، المهم وحده بوحده نكملو الكميه ان شاء الله. المهم انا نوريكم نقربكم الصوره شوف كي جات، جا مثقب ناجح 100%، غير جربوه ان شاء الله باذن الله بهذه الطريقه ان شاء الله، وغنجح معاكم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لي ما عمرو صدق له، بالنسبه للبنات الاول مره غادي يسيبوا البغري، غنجربوه ان شاء الله. انتما خوتي عطيت كميه وفير، هاد الكميه اللي درت معكم عطيت تبارك الله طبسيل كبير نيت عامر. هانتوما تشوفوا خوتي الطبسيل عامر نيت، ماشي زعما وبقى شويه. صافي انا عطيت البغرير، درت الكوفيتير والزبده والعسل، والخبز هنا عندي سخونه سخنت من 2 خبزات مع اتاي. وصافي حط لهم عطيتهم يفطروا. هنا الغدا ان شاء الله عندي هنا بالنسبه اخوتي الفلفله، انا نجيبها لي، حنا عندنا السوق بالحد، نجيب كميه كبيره، عندي الفلفله والبرانيه نجيبها ونديرها على داك كسميتو، نحطها على البوطه ونشويها كلها ونسيبها، واخا يكون عندي ديك النهار هذاك التمره، المهم ماشي مشكل. التايب والله ما التمره هذا النهار ولا ديال يومين، عارف البوطه كيف درجه حال تلا حاله. صافي نديرها بهذه الطريقه، نهز الكميه اللي بغيت ونديرها في السلوفان هكا ونحطها. المهم كنا نبغي نجبد، نجبد الكميه اللي بغيت فيها. وانتم تشوفوا من الاحسن اخوتي قطعوها هكا وهي مزال مكونجيليه، لان كتعرفوا الا طلقت ماها تجي صعيبه في تقطع هكا مازال فيها الثلج تجي حسن. صافي المهم قطعتها بهذه الطريفه، حطها في المقله ديالي اللي غادي نقلي فيها. وهنا مطيشات، 2 مطيشات، لكن كبيره سايبو كبيره ولا صغيره سايبت انا 2، المهم انا سايبت 2. ودائما نقولها اختي على حسب افراد الاسره الله يعاون كل واحد. المهم صافي انا النهار ما حكتاش، هنا مسلسل الحكه ولكن دايمنا معنا خدامه. صافي شلطتها، المهم كل مره وكيفاش كل كل مره تصوم الله، كل مره كيفاش. المهم انا هكا حاولت قطعها هكا تقطيعه عشوائيه، ماشي المهم ضروري لان غتزعلك، فهمتوا؟ ماشي ضروري هذا تقطعها، بغيت تحكوها لكم الاختيار. المهم انا نحك شحال مره. صافي المطيشه الاولى حيت لماها، والمطيشه الثانيه غنديرها بالماء ديالها بكل شيء. لا
صافي وقطعها هكا نتوما تشوفوا التقطيعه. المهم اللي بات لي كبيره انا عاوده نقطعه وصافي. هالشي اللي كاين صافي. هذه كبيره نزيد نقطعها هكا شويه. وهالشي اللي كاين عندي دابا الثومه ان شاء الله. صافي الثومه هنا عندي واحد 4 فصوص الثوم غنقطعهم هكا عشوائيا حتى هما بهذه الطريقه وصافي. صافي فهاد اللحظه خوتي غندير الزيت درت الكمون بعدا ندير الكمون وغندير التحميره ما درتش بزاف شويه شويه من الجه. المهم انا درت معلقه معلقه صغيره والملحه ودرت هنا زيت المائده وزيت الزيتون شويه شويه صافي. وغنحطها ما نقليهاش دابا حتى لاخر لحظه. كتعرفوا الحاجه اللي تكون مكونجوليه خارجه من الكونجيلاتور ما تحتاجش تقليها عاوتاني وبلات عاود رجع تسخنها تضيع. من الاحسن صافي ديروها حتى لاخر لحظه وقليوها وصافي واستهلكوها ان شاء الله. فاللحظه زدت جبت بطاطا المهم واحد 4 البطاطا عندي كبار كمويين ما كبارش ما صغارش قطعت ما خدت بهذه الطريقه ما تقطعش رقاق وما تقطعش كبيره بزاف. المهم ودائما نقولوا الاذواق تختلف اخوتي سايبوا لي جبهم. المهم انا نشارككم معها روتيني اخوتي بلا زواق بلا نفاق كما هو. صافي هادشي اللي كاين اخوتي انتما تشوفوا قطعت بطاطا هكا اللي بغى يقطعها صغار يقطع. المهم عاد تعرفوا البطاطا دابا دغيا التبيصار عندك فيها انواع سبحان الله. هي الجبر كاين اللي بطاطا قصينه شاده راسها وكاين اللي بطاطا دغيا الضيح التبيصار هكا. فاللحظه درت لها الماء بارد ودرت لها الملحه لان باش نطيب لا تبيصراتكم ما تجبرش واخا مادام درنا الملحه تكون سايبه سايبه فيها الملحه. فاللحظه خوتي عندي جوج بصلات هكا كبارين هادو عاد بانو هكا صغرين وهم كبارين. وعندي هنا لادن هكا حاول قطعته هكا رقيوق حتى هو يجيبو لي بالحدا نسايب كلشي نسايب كلشي الكونجيلاتور باش نتهنى. صافي هنا عندي تقريبا زيت نص كيلو. المهم جبت هنا البصل ديالي حكتي في المحكة هكا صغيرة كبيرة ماشي رقيقة. بغيتو تشلضو لكم الاختيار بغيتو تشلضوها تشلضوها ماشي مشكل. صافي هنا عندي التومة جبت التومة هنا عندي اخوتي التومة ديال الكونجيلاتور تخرجوها فيه تايبوها لا خرجتوها كتعرفو اطلقناها هي تبقى. المهم دوز هنا ملي يكون عندي كمية كبيرة نستهلك منها ونحطها في الكونجيلاتور. هذه ديال العام الاول هاد العام دابا عاد ما ان شاء الله يجيب لي حمد يمكن دخلات هالعام ما تسالا يمكن الله اعلم. المهم انا عندي الكونجيلاتور مازال استهلك ما تجيبليش تساليها ان شاء الله. صافي حتى هي نحكها ولا حتى هي شلضوها. المهم نحكها هكا شويه وصافي بهذه الطريقه وصافي اخوتي. هنا جبت زيت المائده درت الزيت وندير هنا الملحه وحط اخوتي تقللي البصله. هنا في لدن درت هنا الحبه ودرت التحميره وغندير كعبه كعبه ندير بالزيت شويه وغندير سميتو خرقوم وما ندير القرفه ما نديرش ما نديروش على الكمون قرفه كمون ما نديروش صافي العطريه كلها ديرها. ودرت المليحه هكا واحد شويه وحاولت نخلطها هكا شويه. بغيت دير لها شويه الماء ديرو بغيت دير لها الزيت ديال. المهم انا ما درت حتى حاجه خلطتها هكا صافي حور لي حطيتها صافي. بعد اللحظه انا ما تحمر لي كيف نيتو البصله صافي بديت نخلط هنا التكتوكه ديالي ديال الفلفله ومطيشه ورافه تما نخلط البصيله ديالي على ما تطيح ما تبقاش قصينه بهذه الطريقه اخوتي. المهم قررت باش يبان لكم الصوره واضحه صافي. وبقيت نخلط هكا شويه ملي شفتها بدات تطيح صافي حط لادن ديالي نحاول ندخلو ما نزيدوش نديرلوش ما بغيت ندير الماء ماشي مشكل ولكن انا ما درتوش الماء في هذه اللحظه. ندخل هكا البصله مع لادن ندخل مزيان شرم هكا مزيان مزيان باش تدخل ديك الشرموله مزيان وغادي نغطي عليه وخليه يطيب شويه. في هذه اللحظه خوتي بان لي الزيت قليله لان غنديروا له ما نديرلو ان شاء الله يا الله تسف الله يفكرنا في الشهاده البيض نسيبو البيض صافي. في هذه اللحظه خوتي راني حطيت هكا غطيت عليها باش الصهد ديالو يرجع فيه
وباش يطيب دغيا لادن، والعافيه تكون عاليه شويه ما تكونش حاده. وصافي هاد التكسوكه ديالنا طابت، البطاطا ديالنا قريبه تطيب حتى هي، انا حركتها هكا شويه وصافي طفيت عليها. وصافي ولادان مازال ليه شويه، خزيت غطيت عليه. هانتو في اللحظه راه الزيت طالع، طلع الزيت هكا في اللحظه، راه صافي مزيان بدا يطيب ليه. نزيدو غير واحد شويه صافي، في اللحظه قلبت عليها ثاني، جبدت الطاب، زدت غير شويه دما لان خص باش يبقى لي شويه المرقه، لان راه سايب ليه خبز يكون فيه البيض. في اللحظه اخوتي صافي نقص لي ما نعطي الخدامه هكا، وخليت شويه لوليداتي مع وليداتي. صافي مشاو في اللحظه، راه مشاو ولكن خليتني حتى جاو، ما يعجبين يسيبوا في الكومير ويسيبوا البيض ويسيبوا عليه هكا بطاطا ويسيبوا بحال ساندويتش هكا، يبغيو ياكلوا لي كامل حاجه مشرمله هاد لاده هكا. صافي في اللحظه اخوتي زدت على الزيت وكمون، لان تبيصرات ما حتاش تزيد تحاديها، تزيد تعجن كلها كلها. صافي حط انا في الطبيصر هكا ديالي محقق، وخلي شويه للدراري. في اللحظه اخوتي انا حط الطويجي ديالي هكا يغلي، فلما يبدا يغلي حط هكا البيض، البيضة عملت لي مع جوج بيضات الصراحة الله. صافي درت لهم بيضة الأولى وهذه الثانية، وصافي زدت لهم عليها شوية د الملحة، وخليته غطيت عليه، خليت الصهد ديالو يرجع فيه دغيا أي طيب. هاد كما تشوفو صافي التكتوكة ديالنا تا هي، وهذا هو غداهم بصحتهم وراحتهم. المهم أنا شاركتكم أخوتي على الطريقة ديالي كيفاش، نتمنى إن شاء الله يعجبهم. يلاه أخوتي مع الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن واحد الأهد.